الجزء ده متركب على ان يبقى عندكم خلفيه من الفيسيولوجي. انا عارفه دلوقتي ان انا جايه ومفيش خلفيه الفيسيولوجي، فهبدا ادخل على موضوع اللي هو الانتي انجينا. وكل لما تيجي كلمه عارفه ان انتوا مش هتعرفوها الا بالفيسيولوجيكال باك جراوند، هشرح الفيسيولوجيكال باك جراوند بتاعه ان شورت، معتمده طبعا انتوا هتاخدوه ان ديتيل في محاضرات الفيسيولوجي باذن الله. هنبدا بالانتي انجينا دراجز اللي هي دراجز، ده العنوان اللي انتوا هتاخدوه للمحاضره دي، هي هتتاخد على محاضرتين ان شاء الله، اللي هي دراجز يوزد ان كورونري فاسكولار انسفيشن. الكورونري فاسكولار انسفيشنسي هو ده الاسم الصح او الاسم العلمي الصح للي احنا كلنا بنقول عليها اسمها ايه؟ انجينا او الذبحه الصدريه. الادويه اللي هتاخدوها في الجزء ده او في اللي هي بتعالج المرض ده ثلاثه. ايه هي الادويه دي؟ اللي هي النيتريت، البيتا بلوكر، والكالسيوم شانل. هناخد كل واحد بالتفصيل، بس الاول نعرف يعني ايه انجينا. انجينا ده عرض سيمتوم، ما اقدرش اقول ان الانجينا از ديزيز، ات از سيمتوم، لان الانجينا عباره عن كلمه مرادف ايكوال بين. انجينا يعني الم، الم فين؟ الم اللي احنا كلنا عارفينه اللي بيجي للعيانين نلاقي كده حط ايده على صدره، الم بيجي ورا الاسترنال، بقول عليه اسمه ريترو سترنال بين، والالم ده بيراديت للشولدرز وبيراديت للليفت ارم، وساعات كمان بيديت على العظمه اللي ورا. ده اسمه انجينا which is a symptom. عرض لايه؟ عرض لنقص الدم او نقص التغذيه اللي بتيجي للقلب. يعني ايه الكلام ده؟ القلب يا جماعه احنا طبعا كارديو فاسكولار سيستم، يعني هارت وبلاد فيسلز. القلب وظيفته انه يستقبل دم من كل الجسم عن طريق الفينز اللي هي السوبيريور يونيفيرو فينا كافا، ويضخ دم لكل الجسم عن طريق الارض، صح كده؟ وبينبض بحوالي 70 نبضه في الدقيقه اللي هي بنقول عليها هارت بيت او اللي هو ستروك فوليوم، وبيبقى ناتج عنه حاجه اسمها كارديك اوتبوت اللي انتوا خدتوه في الاوتونوميك اللي هي ستروك فوليوم في هارت ايه؟ ريت. الكارديك اوتبوت في اليوم الواحد بيبقى حوالي 5 لتر، يعني في السنه يبقى حوالي 100,000 لتر، يعني شغل جبار للقلب. الشغل الجبار للقلب ده هو قاعد يضخ ويعمل مجهود عشان يغذي الجسم كله، هو نفسه عايز تغذيه زي اي اورجن ان ذا بودي. طب تغذيته جايه ازاي؟ تغذيته جايه عن طريق حاجه اسمها كوروناري ارتز، الشرايين الايه؟ التاليه. حلو كده؟ الكوروناري ارتز بتسبلاي الهارت، وهتاخده في الاناتومي ان انا عندي في رايت كوروناري والليفت كوروناري ارتز، طالع منها برانش تروح لكل الايه؟ القلب. في ساعات بعض الامراض ينتج عنها ان التغذيه البلاد سبلاي اللي بغذي عضله القلب يبقى فيه قصور، نقول عليها حتى بالعربي قصور في الشريان الايه؟ التالي، اللي هي اسمها اسكيميك هارت ديزيز. هنشوف اسبابها. لما ينتج ان البلاد سبلاي اللي رايح للقلب يقل، القلب يبدا يسافر من حاجه اسمها اسكيميك هارت ايه؟ ديزيز، ينتج عنها عرض اسمه ايه؟ انجينا. طب ليه ينتج عنها عرض اسمه انجينا او بين؟ لانه معروف ان اي اورجن يسافر من اسكيميا، اسكيميا يعني بلاد سبلاي اللي رايح له قليل، يبدا يحصل اكيوميليشن اوف ميتابولايتس. عارفين الميتابولايتس؟ يعني الميتابولايتس مش قادره تتصرف لان التغذيه مش ايه؟ مش كويسه، اللي جاي قليل واللي رايح واللي صرف ايه؟ قليل. فالاكيوميليشن اوف ميتابولايتس تبدا تيريتيت النيرفز اللي حوالين الايه؟ القلب. فايريتيشن اوف ذا نيرفز ياخد عنها الايه؟ البين. فهمنا الخلفيه بتاعت الموضوع؟ يبقى انا عندي مشكله الانجينا ان الكورونري بلاد سبلاي از ان سفشن. This is the principal symptom of ischemic heart disease، وكل الكلام ده خلصنا الباراجراف الاولاني. The condition characterized as sudden, severe, retrosternal يعني ورا العظمه، pain or pressure يقول لك انا حاسس كان حاجه في ضغط، في ثقل، مش عارف يقول لك الم، يقول لك في ثقل ورا عظمه الايه؟ الصدر. البرايمري كوز از، انا بعيد الكلام اللي قلته، imbalance يعني اختلال التوازن ما بين الميوكارديال اوكسجين ديماند اند اوكسجين سبلاي. ايه بقى الكلام ده؟ مش انت عايزه تدي دم للقلب؟ طب انت عايزه تدي دم للقلب ليه؟ اللي هو اسمه سبلاي او سبلاي باي ذا كوريا اوفيس، عشان ادي دم يكفي حاجه القلب، يكفي الشغل اللي بيعمله الايه؟ القلب. طب هو الشغل
وبالتالي لازم تديله سبلاي. يبقى انت هلعب في كل المحاضره بكلمتين، حاجه اسمها سبلاي كورونري بلاد سبلاي، وحاجه اسمها مايوكارديال اكسجين او بلاد ديماند. تمام؟ المفروض يبقى السبلاي على قد الايه؟ الديماند، صح؟ عشان يبقى فيه توازن. لو اختل الميزان، يعني ايه اختل الميزان؟ خلوا بالكم من كلمه اختلال الميزان، يعني لا اما ايه اللي زايد او ايه اللي ناقص، لا اما الديماند زاد عن السبلاي او السبلاي قل عن الايه؟ الديماند. وانا وظيفتي كفارماكولوجي ان انا ارجع الميزان اللي اختل. يبقى الميزان اختل لصالح مين؟ لصالح الديماند، الديماند بقى اكتر من الايه؟ من السبلاي. فانت عندك حاجه من الاثنين، اما تزود السبلاي او تقلل الايه؟ او تعمل الاثنين. حلو كده؟ عشان انا اعرف الادويه هتشتغل ازاي وافهم ميكانيزمها، لازم اعرف السبلاي بتاع القلب بيحصل ازاي والديماند بتاع القلب ايه الفاكتورز اللي بتأفكتو. عشان لو عرفت السبلاي ايه الفاكتورز بتاعته والديماند ايه الفاكتورز بتاعته، كل اللي هعمله ان انا هسكت في الدراجز تعمل لي الحاجه اللي انا ايه عايزها. لغايه دلوقتي انتوا معايا؟ تمام. This imbalance may be due to اللي انا بقوله اختلال الميزان، اما السبلاي اللي هو الدليفري او السبلاي قل، او الديماند ايه؟ زاد، او حصل الايه؟ الاثنين. تعالوا نشوف اهو ده السبلاي وده الديماند. تعالوا نشوف ايه الفاكتورز اللي بتأفكت. ركزوا في السلايد دي قوي. هبدا باول حاجه اللي هي مين؟ السبلاي. السبلاي ليها اسم ثاني اللي هي الدليفري. يبقى بقول عليها اسمها مايوكارديال اوكسجين دليفري او مايوكارديال اوكسجين سبلاي. لازم اعرف ايه الفاكتورز اللي بتاثر عليها. اهم حاجه لازم تكونوا عارفين، نحطها كده في دماغنا، ان الكورونري بلاد فيسلز اللي هي حوالين القلب، شبكه الكورونري الشرايين التاجيه لغازي القلب، بتجيب له دم. بس الدم ده يجي للقلب والكورونري بلاد فيسلز تقدر تملى بالدم اللي هتغذي بيه القلب خلال فتره واحده. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها سيستول وحاجه اسمها ايه؟ دايستول. عارفين الكلام ده؟ الكورونري بلاد فيسلز اونلي، وتحفظوها كده، اونلي فيل ويز بلاد ديورينج دايستول. ديورينج ايه يا دكاتره؟ دايستول. ليه؟ لان القلب بيكون مرخي ريلاكس، فما فيش بريشر عليهم يكتب. عارفين لما بعمل القلب يعمل سيستول زي ما هو بيكونتراكت، هيكونتراكت على الايه؟ الكورونري. فالكورونري مش هتملى بالدم، هتبقى فاضيه من الدم، ففرصتها انها تملي اثناء الايه؟ الدايستول. فانا كل لما زود فتره الدايستول كل لما ادي فرصه اكتر بالايه؟ للملي. انتوا معايا في الحته دي؟ يعني لو انت زودتي دايستوليك تايم او دايستوليك بيريود يو جيف مور تشانس فور كورونري بلاد فيلينج، وبالتالي كورونري بلاد ايه؟ سبلاي هيزيد. طب هو في طريقه ان انا اقدر ازود بيها التايم اوف دايستول؟ هل في طريقه ان انا ازود التايم اوف دايستول؟ لو انا رسمت لكم طبعا في الاريثميا وفي الفيسيولوجي هتاخدوا شكل الاكشن بوتنشال وهناخده بالديتيل الديتيل. فين الماركرز؟ اللي ليه ما فين يا دكاتره؟ ما فيش؟ لغايه لما يجيبوا ماركر الاكشن بوتنشال بتاع القلب تعتبر اطول اكشن بوتنشال لمصر. انتوا خدتوا السنه اللي فاتت الاكشن بوتنشال بتاع سكيلت المصر، صح؟ الاكشن بوتنشال بتاع القلب شكله كده. ده فيزز، ده اسمه فيز زيرو، فيز 1 2 3 4، كل ده اكشنال بوتنشال واحده. تمام؟ وهناخدها بالديتيل الديتيل، مش مجالها خالص، مش عشان ايه؟ ما تتخضوش دلوقتي. تمام؟ اللي يهمني ان انا اوريكم حاجه، ده اثناء السيستول. ده بيحصل اثناء الايه؟ السيستول. السيستول يعني في كهرباء في القلب والقلب بيكونتراكت. والريستنج ده يعني الاكشن بوتنشال اللي تحت نيجاتيف، ده اثناء الايه؟ الدايستول. تمام؟ سي ان انا سرعت سرعه القلب. المفروض ان دي 1 اكشن بوتنشال وبيجي بعدها انذر اكشن بوتنشال. اوكي؟ سي ان انت سرعتي سرعه القلب، خليتي الهارت ريت يبقى ايه؟ عالي. فكرته كده الهارت ريت العالي هيبقى على حساب انهي بيريود؟ دي ولا دي؟ الدايستول. ليه؟ لان السيستول لازم يحصل. ما هو مش هيحصل كونتراكشن الا لو حصل ايه؟
اوكي يبقى one of the mechanisms اللي ممكن ازود بيها which is an indirect mechanism ان انا ازود بيها the coronary blood supply من غير ما اعمل coronary vasodilation من غير اي حاجه ان simple ان انت تدي دواء بيعمل ايه في الهارت ريت؟ اقلله لما بزود الهارت ريت بقلل فتره الايه؟ الدايستول لان القلب ما عندوش افتكروا كده القلب ما بقوش عنده وقت ايه؟ يرتاح الراحه اللي هي فتره الايه؟ الدايستول والعكس لما بقلل الهارت ريت القلب عنده وقت ان هو ايه؟ يرتاح فبتزودي له فتره الايه؟ الدايستول وبالتالي بتدي فتره اكتر الكورونري بلاد ايه؟ فيلينج اوت سبلاي يبقى من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر على الكورونري بلاد فلو از ذا ديوريشن اوف دايستول فهمتوها؟ لو قلت ايه اللي هيطول الديوريشن اوف دايستول تقولوا لي سيمبلي ان انا اعمل ايه؟ تمام؟ والكريت هارت ريت ده ليه ادويه هنشوفها. طيب حاجه ثانيه طب ما انا ممكن ازود الكورونري بلاد سبلاي بان انا سيمبلي اعمل ايه في الدايمتر اوف ذا كورونري بلاد فيسل؟ اوسع حلو وانا عندي ادويتي اللي اقدر بيها اوسع الكورونري ايه؟ بلاد فيسل بس لازم تحطوا حاجه في المخ اللي هي ايه بقى الحاجه دي؟ الحاجه دي اللي هي ان في فاكتورز بتأفكت طبيعي فيسيولوجيكال يعني انا عندي جوه جسمي في فيسيولوجيكال فاكتورز بتأفكت ذا كورونري فيسل دايمتر اهم فاكتور يأفكت ذا كورونري فيسل دايمتر اللي هي الفيسيولوجي سيبكم من الباثولوجي يعني لو حصل اثيروسكلروزس عارفين يعني ايه اثيروسكلروزس اللي هو تصلب الشرايين ترسب دهون الدهون وهناخدها بديتيلز في الهايبرلايبيديميا الدهون تبدا تترسب في جدار الوعاء الدموي ومن جوه تقوم مقلله الكاليبر ايه بتاعهم ضيقه تمام فده سبب من اسباب ان الدايمتر هيقل عشان كده الناس اللي عندها دهون عاليه وكلام من ده بيبقوا عرضه اكتر يجي لهم ذبحه ايه صدريه لان البلاد سبلاي قل نتيجه ان الدايمتر ايه قل الاثيروسكلروزس والثرومباي يعني حصل جلطه وهنعرف الجلطه دي بتحصل ازاي الاثيروسكلروزس والثرومباي دي حاجه باثولوجي اللي يهمني في الحته دي ايه ذا موست لو جيت سالتك كده وفي الفسيولوجي بتاخدوها ايه ذا موست امبورتنت فيسيولوجيكال فاكتور ذات افكت ذا كورونري فيسل دايمتر من ايه الفاكتورز دي؟ هل هي الاوتونوميك اكتيفيتي؟ يعني انتوا عارفين ان القلب جاي له ايه؟ اوتونوميك سبلاي سيمبا وايه؟ وبارا تعالوا نراجع كده مع بعض فاكرين سيمبا؟ السيمباثاتيك كان بيعمل ايه في القلب؟ بيروح للقلب كله افتكروا السيمباثاتيك بيروح القلب ايه؟ كله سواء فوق او تحت ارتس اند ايه؟ فيتي فبيزود كل البروبرتيز بتاعت القلب وهل الاوتونوميك بيغذي الكورونري؟ لا ما خدتوش معانا انه بيغذي؟ اه بيغذي بس كان في شويه رخفنه كنت تقول هو فيها الفا 1 ولا هو البلاد فيسل الكورونري بلاد فيسل يا اما بيكون فيها ايه او اي بلاد فيسل ايه بلا ايه ريسبتور الفا 1 او بيتا 2 فاكرين الكلام ده من الاوتونوميك يا دكاتره الالفا 1 كانت بتعمل فازو ايه والبيتا 2 كانت بتعمل فازو ايه دايلاتيشن فاكرين الحقيقه الكورونري بلاد فيسل فيها الاثنين فيها الفا 1 وبيتا ايه 2 الالفا 1 موجوده في اللارج كورونري بس مش انا قلت لكم ان في ثلاثه كورونري ارت قصدي رايت ولفت بيتقسموا الميل كورونري ارتس اللي هم الكبار فيهم الفا 1 والسمول كورونري ارتس فيهم بيتا ايه 2 حد عارف حكمه ربنا سبحانه وتعالى في كده دي لها حكمه ليها حكمه هل ينفع اعكسها لكم هل ينفع السمول كورونري ارتس عارفين يعني اسمه كورونري ارتس يعني بتكلم في بلاد فيسل الدايمتر بتاعه حوالي 0.2 ملي متر لو الدايمتر لو البلاد فيسل ده عليه الفا 1 هو الالفا 1 ده بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن والواحد انفعل عارفين يعني ايه انفعل؟ وما اكثر انفعالاتنا يعني ايه انفعل؟ يعني السيب ايه؟ زاد يبقى هيحصل الفا 1 ستيميليشن يعني هيحصل فازو ايه؟ كونستريكشن لو حصل فازو كونستريكشن للوعاء دموي اساسا الكاليبر بتاعه 0.2 هيبقى فيه حدث؟ مفيش دم خلاص يبقى كده العيان هيموت صح؟ يبقى ما ينفعش يبقى في الفا 1 في التيرمينال ايه؟ ارتريول لكن الالفا 1 موجوده فين؟ في اللارج لان حتى لو تقت شويه مفيش مشكله هي اساسا ايه؟ كبيره وامتى بتضيق في الحالات لو انا عايزه اودي بلاد سبلاي لحته ثانيه من الصبح دي نعمل
ايه؟ يعني ايه؟ يعني عامل ضعيف. يعني سواء السيمبا زاد، سواء السيمبا قل، حتة ان هو يأثر لي قوي على كورونري باوندر مش ده من ايه؟ فاكتور. لان في another factor which is very very important. القلب افتكروا ان اورجان مستقل بذاته. يعني ايه مستقل بذاته؟ يعني القلب ما يسيبش نفسه يعتمد على النيرف ايه؟ سبلاي اللي جاي له. القلب عضله مختلفه عن عضله السكيلتون وأذر سموث ماسل. القلب لازم يبقى عنده اكتفاء ايه؟ ذاتي، لان ده اورجان which is vital. لو حصل في حاجه البني ادم ايه؟ يموت. فالبيتنج اوف ذا هارت اللي هو الهارت ده معتمد على النيرف سبلاي؟ لا يا دكاتره. مش انا بقول ان الهارت ريت 70 بيتس بير مينت؟ الريت ده ينتج من ايه؟ انتوا عارفين ان في حاجه اسمها اس اي نود في القلب؟ ركزوا في الكلام، عارفين ان في حاجه اسمها اس اي نود، الاس اي نود خدتوا ايه؟ ذا اي اوف هارت. بيس يعني ايه بيس ميكر؟ يعني صانع الالعاب، صانع الهدف. بيس ميكر اوف ذا هارت از ذا اس اي نود، هو دي الحته اللي بيطلع منها امبلس تديني ايه؟ شراره ان القلب ايه؟ يبيت. البيس ميكر ما هو حتى لو جبت القلب وطلعته بره الجسم وسبته كده في فلويد الاقيه هيقعد ايه؟ يغيره من غير ما يجي له اي ايه؟ نفس سبلاي. بس في حاجه، لو انا سبت القلب ينبض تبع البيس ميكر يبقى الريت هيبقى حوالي 130، لان البيس ميكر الريت اللي طالع منه اثرته في ايه؟ 130. يعني ده الامبلس اللي هو بيطلعها. طب ليه الريت بتاع جسمي 70؟ ليه الريت بتاع القلب 70؟ لان الله ينور عليكم، لان وظيفه الاوتونوميك للقلب انه يعدل. عارفين يعني ايه يعدل؟ يبقى اللي بيقلل هو مين؟ الفيجس او الباور. وساعات انا بكون محتاجه ان الهارت ريت يزيد عن ايه؟ عن الطبيعي بتاعه، يبقى اللي هيزود هو مين؟ السنس. يبقى اللي عايز اوصله ان القلب شغال عنده الريت بتاعه وعنده كونتراكتيليتي بتاعته، ومجرد النيرف سبلاي جاي يعمل ايه؟ لا اما يزود لا اما ايه؟ يقل. معظم الاحوال التون عايزاه هو ايه؟ يقل. يعني الفيجاس هو اللي واخد الايه؟ المين سبلاي الابر هاند، مش حاجه اسمها فيجال تون تو ذا هارت. انتوا معايا؟ اوكي عشان ما تشدش. يبقى بس الاوتونوميك للكورونرز للكورونا، يعني انا بتكلم دلوقتي على مستوى رجعت للكورونا. الاوتونوميك سبلاي للكوروناري it is not a major role it is a minor ايه؟ رول. جاست ان هو الرول بتاعه حاجه بسيطه. طب ما ايه الرول الاساسي اللي بيتحكم في الكورونري بلاد سبلاي؟ حاجه اسمها ميتابوليك برودكت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ وانس حصل، والحته دي تفهموها كويس عشان هنوظفها في اول دواء هنتكلم عليه. وانس حصل ان حته من القلب سافرت لسبب او لاخر، سواء فيسيولوجيكال اثناء اكسرسايز او باثولوجيكال جلطه او ما شابه، اي حته من القلب حصل فيها اسكيميا يعني بلاد سبلاي بتاعها ايه؟ قلب، اوتوماتيك يحصل ايه؟ يحصل كورونري فازو دايليشن، حاجه اسمها اوتو ريجوليشن. طيب ليه؟ لان احنا قلنا ان الاسكيميا بينتج عنها اكيوميليشن اوف ايه؟ ميتابولايت. اي اكيوميليشن اوف ميتابولايت تعمل لك فازو ايه؟ دايليشن. يبقى اعرفوا ان لو انا عندي حته في القلب فيها اسكيميا يبقى الكورونري بلاد فيسلز اللي موجوده في الحته دي زي ارفازه ايه؟ دايليتد. القلب هو اللي مخليه يعمل كده، ده حاجه اسمها اوتو ريجوليشن. انتوا معايا؟ تمام. ركزوا بقى في اللي جاي. يبقى انا قلت ان الكورونري فيسل دايمتر بيأفكت بحاجات، حاجات باثولوجيكال اثيروسكلوروس وثروبال، والاوتونوميك اكتيفيتي دي فيسيولوجيكال. الميتابوليك برودكتس ممكن تبقى فيسيولوجيكال اثناء الاكسرسايز يحصل اكيوميشن، او باثولوجيكال ايه؟ لو في اي حاجه مقلله بلاد سبلاي، جلطه او ما شابه. ودي سلايد تورينا ان في حاجات كتير قوي فاكتورز بتأفكت ذا بلاد ذا كورونري دايمتر، بس اهم حاجه فيهم اللي هي فاكتور ايه؟ طب نطلع منه كذا سم، افتكروا كلمه هايبوكسيا او ايه؟ اسكيميا. يبقى تطلعوا من الحته دي عارفين ان اي حته في القلب فيها اسكيميا يبقى فيها برضه ايه؟ دايليتيشن للكورونري. هنغيرها بعد شويه. طب خلصنا السبلاي. السبلاي كده تعالوا نعيده مع بعض. السبلاي في تو فاكتورز. الدايستوليك تايم والكورونري فيسل ايه؟ دايمتر. الدايستوليك تايم مين اللي بيزوده؟ انك تقلل الهارت ريت. والدايستوليك والفيسل دايمتر في فاكتورز بتاثر عليه سواء باثولوجيكال او ديت، بس تعرفوا الاسكيميا بتعمل فاكتورز. طيب فاكتورز افكتنج ذا ميوكارديال اوكسجين ديماند.
طماط يعني ايه يا دكاترة؟ يعني حالة القلب. هنا بقى الفاكتورز ذات افكت ريكورد الاكسجين ديماند، هتلاقي كده ادوية مكتوبة عندكم في الفارما هيقول لك ايه؟ الدواء ده بيأثر على الديماند دايركت. لا، الدواء ده بيأثر على الديماند ان ايه؟ دايركت. نعرف بقى يعني ايه دايركت؟ يعني ايه دايركت عشان نفهم المسميات اللي موجودة. The factors that affect myocardial oxygen demand either direct or indirect. Direct cardiac work, indirect cardiac work. ايه بقى الكلام ده؟ ركزوا برضو معايا. القلب بيعمل مجهود. انتوا متخيلين ايه المجهود اللي بيعمله القلب؟ او ايه الكارديك ورك اللي بيعمله القلب؟ القلب بينقبض يبقى الكونتراكتيليتي از ورك، والقلب ليه هارت ريت صح؟ يبقى الريت از ايه؟ ورك. كل ما زودت الريت خليت القلب ورا بعض ورا بعض الورك ايه؟ زاد. وكل ما زودت قوة النبض، يعني ايه قوة الكونتراكت؟ ما هي الكونتراكتيليتي واحدة، ما هو ممكن القلب لو ده قلب ممكن الكونتراكتيليتي تبقى كده وممكن الكونتراكتيليتي تبقى كده صح؟ يعني قوة الكونتراكتيليتي نفسها بتبقى ايه؟ بتتغير. كل ما زودت الفورس اوف كونتراكشن وكل ما زودت الهارت ريت يبقى الكارديك ورك بايه؟ بيزيد. ده اسمه دايركت كارديك. عندي على حاجة تانية اسمها indirect cardiac work. ليه بقى؟ لأن مش كل الستريس اللي على القلب إنه بس إنه بينقبض هارت ريت، لا ده في حاجتين تانيين عاملين ستريس على القلب. ستريس يعني إيه؟ مجهود. حاجة اسمها مسميين بقى نعرفهم هنا. حاجة اسمها pre load وحاجة اسمها after load. سمعتوا عنهم قبل كده؟ أكيد سمعتوا عنهم في الأوتونوميك بس نعيدهم دلوقتي. القلب بيتعرض لستريس غير الورك بتاعه المباشر اللي هو هارت ريت وكونتراكتيليتي، بيتعرض لستريس اسمه بريلود وافتر لود. أنتوا معايا؟ وات إز، نبدأ بالبريلود. بري يعني قبل، يعني حاجة قبل القلب، وافتر يعني حاجة بعد الإيه؟ القلب. البريلود هو عبارة عن كمية الدم اللي راجعة للإيه؟ للقلب. كل ما زودت اللي بقول عليها اسمها فينوس ايه؟ ريتيرن. كل ما زودت الفينوس ريتيرن كده معناه زودت الاسترتش اللي على الفيسل اللي على عضله القلب. يعني لما تديني ترجع لي 5 لتر غير لما ترجع لي مثلا، او لو هو ما فيش 5 لتر بيرجعوا مره واحده، لو رجعت لي 3 لتر غير لو رجعت لي 4 ايه؟ لتر. اكيد ال 4 لتر هيعملوا استرتش لعضله القلب اكتر، وبالتالي الاستريس هيبقى اكتر، وبالتالي اللود هيبقى ايه؟ اكتر. انتوا معايا؟ يبقى the preload equal venous return. تمام كده؟ حلو. لو انا قلت لك انا هعمل، وركزوا في الحته دي، dilatation of the vein. يعني ايه الفين؟ اللي هي الفين اللي هي الفين كافا مثلا، او الفينز الطرفيه اللي بترجع دم الايه؟ للقلب. عملت لها dilatation. فكركم البريلود يزيد ولا يقل؟ في هو طبعا الصح انه يقل، بس في بيتخيلوا طب ما انت دايليتد الفين يبقى كميه الدم هت ايه؟ هتزيد. لا لا، ما هي كميه الدم ايه؟ ثابته. انت لما تجيب ماسوره وتحط فيها 3 لتر وتخلي الماسوره دي تطلع للعاشر، العاشر كانه القلب. لو انت هي كميه الميه اللي موجوده في الماسوره واحده سي 4 لتر، ال 4 لتر ده لما احطهم في ماسوره ضيقه يبقى هيطلعوا العاشر بكميه اكتر، ولا لو حطيتهم في ماسوره واسعه؟ اكيد ضيقه. الواسعه هتاخد جزء من 10 لتر جواها، لان الفيك بقول عليهم اسمهم ايه؟ كاباسيتنس بلاد فيسل. معايا يعني ايه كاباسيتنس؟ يعني بياخدوا جزء من الدم بيحوشوه فيهم. فانا لما الفينا وسعه كاني بقول للقلب استريح شويه، ده انا هاخد جزء من الدم اللي المفروض يجي لك انا هحوشه ايه؟ جواه. يبقى الحاجه اللي تهمني هفرمه ان الوقت اللون يقل بان انت تعمل فاز ودايلاتيشن اوف ذا فين، والعكس يزيد فاز كونستريكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فين. فهمنا الحته ديت؟ ده اسمه بري لود. وات اباوت افتر لود؟ ايه بقى الافتر لود؟ انا قلب بيجي لي دم وفي نفس الوقت قاعده اعمل ايه؟ قاعده اضخ الدم ده لكل شرايين الايه؟ الجسم. فكركم كده المجهود اللي هعمله في الضخ هيبقى اكتر لو كانت الشرايين اللي انا بضخ فيها ضيقه ولا واسعه؟ لما انا بقول المجهود هيبقى امتى اكتر؟ لما تخت ما تجيب بالونه وتنفخ بالونه رقبتها ضيقه جامد، ولا لو رقبتها واسعه؟ اكيد ضيقه هتنفخ جامد عشان تبوش اجينست ريزيستنس صح؟ فانا كل لما
اتريوز، لان السمول بيريفيرال اتريوز هم دول اللي بيحددوا لي المقاومه الطرفيه اللي بقول عليها. النفذ ده هتسمعوه كتير قوي، بي في ار. بي في ار اختصار بيريفيرال، يلا يا شاطرين معايا، ها، فاسكولار ريزيستنس، المقاومه الطرفيه اللي بيواجهها القلب عشان يضخ دم. المقاومه تيجي اكتر من الشرايين الواسعه الكبيره لارج ارتس ولا من السمول؟ من السمول. يبقى مين اللي بيتحكم في ده؟ ذا سمول بيريفيرال ارتريوز. المسميات دي تحرفوها كويس عشان كل ده هنستخدمه في الهايبر تنشن وفي الهارت فيلر، بس دي الانفكشن تحفظوها او تفهموها كده عشان ايه نستخدمه بعد كده ان شاء الله. يبقى بريفيرال فاسكولار ريزيستنس لو قلت انت هتعمل ايه في الافتر لود؟ احط سهم زاد؟ قل؟ صح؟ طب اقللها ازاي؟ ان انت تدي دواء يعمل فازو دايليتيشن، بس في الحاله دي عايز تدي فازو دايليتيشن لمين؟ للارتريوز. يبقى القاعدة اللي نخلص منها في هذه السلايد، لو اديت حاجة تعمل فازو دايليتيشن اوف ذا فين، يبقى انت كده بتقلل انهي لود؟ البري لود. لو اديت حاجة تعمل فازو دايليتيشن اوف ذا ارتريول، يبقى كده انت بتعمل بتقلل انهي لود؟ افتر. لو اديت حاجة بتعمل الاثنين يبقى بتقلل البري والايه؟ والافتر. وسواء اديت حاجة تقلل البري لود او اديت حاجة تقلل الافتر لود، بقول على الادويه دي انها بتقلل ذا كاردياك وورك دايركتلي ولا اندايركتلي؟ اندايركت. الدايركت كاردياك وورك بس لو انت اديت دواء يعمل ايه في الهارت ريت؟ او اديت حاجه تعمل ايه في الكونتراكتيليتي؟ تقلل. وصلت الحته دي؟ يبقى تو سام اب انا عندي دايركت كاردياك وورك اللي هي الهارت ريت والكونتراكتيليتي، اندايركت كاردياك وورك بري لود اند افتر لود، وعرفت الكلمتين دول. ندخل على التريتمنت. راشونال فور تريننج. انتوا دلوقتي لو فهمتوا الكلمتين دول هتلاقوا انتوا نفسكم قاعدين تقولوا معايا الدواء ده اه هيعمل كذا، الدواء ده هيعمل كذا. عايزين احل اعالج الانجينا، عرفنا مشكله الانجينا ايه يا دكاتره؟ اللي فيه امبالانس ما بين السبلاي والايه؟ والديماند. السبلاي قليل او الديماند زايد او الاثنين ايه؟ مع بعض. حلو؟ ذا راشونال فور تريننج انجينا از either to increase the oxygen delivery، يعني increase oxygen ايه؟ supply. طب عشان تزود السبلاي او تزود السبلاي تعمل ايه؟ ادي مجموعه ادويه اسمها كوروناري ايه؟ فازو دايليتر، هنعرف ازاي بتشتغل. او في طريقه ثانيه ان انا اعمل ايه؟ لو الارث ده مسدود بجلطه ادي ادويه تقلل الايه؟ الجلطه. فاكرين السنه اللي فاتت؟ فاكرين يا دكاتره؟ كان اسمهم ايه؟ انتي ثرومبوتيك، هو زي الاسبرين بس فاكرين اللفظ وانا قلته لكم، فاكرين كلمه انتي ثرومبوتيك؟ وايه الفرق بينه وبين انتي كوجلنت مثلا؟ اللفظ ده فاكرين انتي ثرومبوتيك ولا اتنسى؟ فاكرين لما قلت لكم الانتي ثرومبوتيك العيله الكبيره يطلع منها ثلاث اسهم، سهم ايه وسهم ايه وسهم ايه؟ الانتي ثرومبوتيك هي كل الادويه اللي بتاثر على ايه؟ الجلطه. ثرومبس يعني كلوز. انت عايز تاثر على الجلطه ازاي؟ عايز افتت الجلطه وعايز اخلي الجلطه ما ايه؟ ما تكبرش صح؟ او ما تتكونش ايه؟ تاني بفتت الجلطه بمجموعه ادويه اسمها ثرومبوليتك او فايبرينوليتك، وبخلي الجلطه ما تكبرش وما تتكونش تاني بمجموعتين من الادويه انتي بليتلت وانتي ايه؟ كواجلنت. مفيش خالص؟ نسيتوا الكلام ده؟ الانتي كواجلنت زي الوارفرين والانتي بليتلت زي اسبرين اللودو، هجيبهم بعد شويه وهنشوف استخدامهم. بس طبعا خليكم معايا يا جماعه، دي استخداماتها في بعض الاحيان وهنعرف ايه. الحل الثاني ان انت تقلل الاكسجين ايه؟ ديماند. هتقلل الاكسجين ديماند ازاي؟ قولوا لي يا دكاتره يلا. اما ان انا اقلل ده او ايه؟ بده بمجموعه ادويه اسمها فازو دايليتورز. الفازو دايليتورز بتاعت الارتريز او الارتريول هتقلل ايه؟ والفازو دايليتورز بتاعت الفينز هتقلل البريلود. انتوا معايا؟ مركزين؟ طيب. او ان انا ممكن اقلل الاكسجين ديماند دايركتلي ان انا اقلل الهارت ريت والايه؟ والكونتراكت. وصلت كده؟ احنا قاعدين نعيد ونزيد. حلو. تعالوا بقى موضوع بس فيه شويه حته صغيره لازم نقولها. قاعدين نقول الانجينا الانجينا ده سيمتوم وما اعرفش ايه، ولا ده كاتيجوري في حاجه اسمها اسكيم الكارديو. انتوا هتاخدوا ان اقول لك مثلا الدواء ده، اسالك يا دكتور هو الدواء ده ينفع في كل حالات الانجينا
ولا في حالات معينه من الانجينا. فلازم تكون عارف ان في انواع للايه؟ للانجينا، عشان نوظف الدواء تبع الايه؟ الحاله. يقول لك انا رحت للدكتور قال لي انت ما ينفعش غير انك مثلا تاخد الدواء ده. واحد تاني عنده انجينا برده بس ما ينفعش غير انك تاخد الدواء ايه؟ التاني. يبقى اكيد في انواع للايه؟ للذبحه الصدريه او الهجوم. ايه بقى اللي بقى نبدا بده. نوع اسمه ستيبل انجينا او كرونيك ستيبل انجينا. يقول لك المريض انا عندي ذبحه، الدكتور قال لي انا عندي ذبحه بس مستقره. ايه؟ مستقره. نعرف يعني ايه مستقره. مريض تاني لا ده عنده حاله اسمها انستيبل انجينا، يعني ذبحه مش ايه؟ مش مستقره. مريض تالت عنده نوع تالت من الانجينا اسمها النوع التالت اسمها فيريانت انجينا، يعني انجينا غريبه او فازوسباستيك انجينا او تبع الدكتور العالم اللي اكتشفها سنة حاجة وخمسين. العالم ده كان اسمه برينز ميتل فسموا الانجينا ده برينز ميتلز ايه؟ انجينا. تمام؟ عشان كده لازم تكتبوا البرينز البي بالكابيتال ده نيم اوف الانجينا او نيم اوف ذا دكتور. تمام؟ هنكتب كل واحد ونشوف يعني ايه، مش هقعد اشرحها لكم في السلايد التجميعية، هنكتب واحد واحد. قلنا أول نوع اللي هي ايه؟ الانجينا المستقبلية، ستيبل انجينا. يعني ايه ستيبل انجينا؟ كده بقى معايا. عندي عريض جاله ستيبل انجينا. ايه بقى؟ او يعني ايه ستيبل انجينا؟ الستيبل انجينا ده العيان يقول لك طول ما انا قاعد، انا هقول لك كده الهيستوري اللي بيجي للدكتور يقول لك طول ما انا ما بعملش مجهود يا دكتور انا كويس كويس. اجي او اتعرض لانفعال او اكل اكله تقيله احس بألم ورا الايه؟ ورا الايه دي؟ ايه دي؟ الدم. يقول لك ورا العظمه اللي هي السم. ليه؟ الدكتور يعمل الاي سي جي، الاي سي جي يلاقي فيه ايفيدنس اوف ايه؟ اسكيمي. بس في حاجه عشان برضو انتوا دكاتره دلوقتي، مش شرط مريض يقول لك انا عملت رسم القلب ورسم القلب الدكتور طمني وطلع ايه؟ كويس، يبقى خلاص انت ما عندكش ايه؟ انجينا. ما هو ممكن رسم القلب يبقى كويس، ليه؟ لان الانجينا دي ستيبل انجينا. يعني ايه ستيبل انجينا؟ يعني انجينا تيجي فقط بالمجهود، يعني القلب طول ما انت ما بتعملش مجهود السبلاي مكفي الايه؟ الديماند. المفروض ربنا سبحانه وتعالى خلى الكورونري ارتز كل ما عملت مجهود اكتر وحاجه القلب زادت الكورونري ارتز قعدت قادره ايه؟ توسع وتزود بلاد ايه؟ سبلاي. في بعض الاحيان الناس اللي عندهم اثيروسكلوروسيس، اثيروسكلوروسيس اللي هو تصلب ايه؟ شرايين. تبدا الدهون تترسب على جدار الوعاء الكورونري ارتي من جوه. يضيق 10% يعني بقى 90% كامله مفيش اي مشكله سواء مجهود ولا مش مجهود. 30 40 50 لغايه لما يوصل الكورونري ارتري انه ضيق بمقدار 50 ايه؟ في المية. يعني ايه الكورونري ارتري ضيق بمقدار 50%؟ يعني نص الدم هو اللي قادر يجي للايه؟ للقلب. النص ده ستيل يكفي حاجه القلب لو القلب ما بيعملش ايه؟ مجهود. وانس عملت مجهود النص ده ما بقاش ايه؟ مكفي. والكورونري ارتري مهما حصل له دايليتيشن ال 50% برضه دول مش ايه؟ مش قادرين. معايا؟ يبقى وان الرقم الفيصل، يعني لما واحد يجيب ستيبل انجينا اعرف ان الكورونا ارتري ده اتليست بنسبه قد ايه؟ 50% ممكن يكون اكتر. انتوا معايا؟ الكورونا ارتري ده بنسبه 50% مش قادر يجيب بلاد سبلاي للاثناء المجهود. يقول لك انا طول ما انا قاعد اترس ما عنديش مشكله. ليه؟ لان السبلاي على قد الايه؟ الدماغ. وانس عملت مجهود اختل البالانس. هنا السبلاي بقى اقل من الايه؟ من الديماند. الديماند يعني القلب بيعمل مجهود وعايز اكسجين وانت مش قادر تجيب له ايه؟ اكسجين لان لا كورونا الارت ضيق بالايه؟ بالاثيروسكلوز. حلو. يبقى ستيبل انجينا بس نعرف اسمائها الثانيه عشان انتوا بتقولوها هتاخدوها مره في التي بي ان وفي الاي ان ايه ومش عارفه ايه فكل له ايه؟ له ايه؟ التي بي ان؟ لا التي بي ان اتلغى؟ الاي ان ايه اتلغى؟ لكن التي بي ان لا ما عندناش اي ان الاستروجين بيزود الاتش دي ال وبيقلل الايه؟ ال دي ال. اخر ريسك
شاطر عايز؟ شاطر، لأن الديفلر ليه ما قولش هايبرلايبيديميا؟ لأن هو ال LDL اللي زايد هو ده الوحش، لكن ال HDL أنا عايزاه يبقى إيه؟ عالي. يعني لو أنا واحد عندي HDL عالي، طب ما هو عنده هايبرلايبيديميا، ما هو ال HDL ده نابل، هل أقول عنده ده مرض؟ ده بالعكس ده حلو اللي عنده معايا؟ يبقى عشان كده سموها ديفلايبيديميا، لأن معناها إن ال LDL عالي وال HDL إيه؟ قول معايا؟ ما ينفعش يكون جالك عيان كده العيادة ولقيته دهونه ملخبطة وجاله أنجينا، أوكي ده جاله، وتقوم قاعد كاتب له أدوية الأنجينا وسايب الليبز إيه؟ زي ما هي، ما أنت بتعالج حاجة والجوينج أوب باثولوجي في حتة تانية قاعدة شغالة، يبقى لازم أظبط له الإيه؟ عشان كده إحنا بنديلكم محاضرتين أدوية الإيه؟ الدهون الهندي، تمام؟ تاني ريسك فاكتور الدي إم، الدي إم اللي هو دايابيتس، لازم تظبط السكر، دايابيتس ده كارثة. وهنشوف السنة اللي جاية إن شاء الله هيتظبط إزاي وأدويته. HDL ده اختصار هايبرتنشن. الضغط العالي من أهم ريسك فاكتورز لتصلب الشرايين. حتى هتسألني حتى يا دكتورة لو الدهون نورمال يجي له أثيروسكلروزز نتيجة هايبرتنشن أقول لك أيوه. إزاي؟ لما ناخد محاضرة الهايبرتنشن إن شاء الله هنعرف. تمام؟ يبقى أنذر ريسك فاكتور. سموكينج. One of the very important risk factors بيبوظ الاندوثيليوم، عارفين الاندوثيليوم؟ بتاع البلاد فيسل، بحيث ان الاندوثيليوم ده يبقى رف، عارفين الرف؟ بحيث اي حاجه ممكن تترسب ايه عليه بسهوله، ده السموكينج. اخر حاجه اوبيزيتي، ست تخينه لازم تكون ايه؟ اوف سم اوف دي كلها ايه يا دكاتره؟ موديفايد وتتعرف عشان ممكن نلعب بيها في المسائل اللي هتيجي بيجي لكم كاتب في الامتحان. اللي هناخدها في السي ان شاء الله. يلا بقى كلكم اذان صغيره كنت الفارما بس مش صعب الانتي انجينا دي من الحاجات اللذيذه بتزعلوا مني لما اقول كلمه لذيذه على الفارما بس هي فعلا حلوه. 3 major classes of agents ثلاث مجموعات ادويه ركزوا بقى ثلاث مجموعات ادويه بتعالج الانجينا اللي هم اول مجموعه هناخدها بالتوكسين نايترين يا دكاترة ما تقعدش تسيبها. أول مجموعة نايترات حلو؟ المجموعة دي أكتر مجموعة ناخدها بالتفصيل. المجموعة التانية بيتا بلوكرز كلمة. ليه؟ لأن أنتوا المفروض إيه؟ هاتوها. الكالسيوم شانل بلوكرز برضه مش هندخل أول في الدرس بتاعها، هنقول كلمة توظيفية عليها في اللي يخدمها في الأنجينا، لأن هناخدها بالتفصيل في الهايبرتنشن والأريثميا بإذن الله. فأهم مجموعة إن سيبكم الكلام اللي تحت يعني أنا جاست نوفرين السي سي بيز بقول بديها اختصار سي سي بيز اللي هي كانت انشالا بلوكر وبيتا أدرينرجيك إيه بلوكر. يلا مع بعض النايترين. النايترين مركزين يا دكاترة؟ النايترين ليها اسم تاني نايترين اسمهم نايترو فازو دايليتورز. سموهم ليه نايترين؟ تسمعها او تشوف الفيلم في التلفزيون يجي لها او يجي له بقى لان معظمه ايه؟ ميل بس بعد المينوبوز الاثنين ايه؟ سواسيه يمكن كمان الفيميل بيبقى ايه؟ الريسك اعلى وهتعرفوا ليه؟ المهم يقوم حاطط كده ايده على صدره بس دي عباره عن ايه؟ زع الاول زع يعني ايه؟ ستريس هو الستريس الديماند زاد ما عندوش سبلاي حط ايده عمل ايه؟ بيعمل ايه على طول؟ لا بعد كده بعد كده بيعمل حاجه لا عايزه بيقوم جايب حاجه وحاططها تحت الايه؟ البتاع اللي تحت الايه
الصوديوم نايتريت ده بيدوه للناس اللي هم الضغط اللي ايه يعلى قوي عندهم، وساعات بيدوه في الهارت فين. اهو ده في نايترو وده في ايه؟ نايترو. السوديوم نايتروبروسايد مش هتلاقيه مع المجموعه دي خالص. المجموعه دي اسمها نايترايت او ايه؟ نايترين. ده بيطلع نايتروم اوكسيد اللي هي النايتريت بتاع محاضره النهارده، وبتاع الضغط عشان ما نقولش اسماء كتير برضه بيطلع ايه؟ نايتروم اوكسيد. بس ايه الفرق ما بينهم هم الاثنين؟ طبعا في فروق كتير هناخد في محاضره تحدد تنشن السوديوم نايتروبروسايد بتاعي. اوكي؟ اهم الفرق ما بينهم ان الادويه بتاعتي النهارده او بتاعت الانجينا ما تطلعلكش نايتريك اوكسايد منها من نفسها. لازم تتحد او لازم في انزيم موجود في الجسم، الانزيم ده بعد لما ياثر على الدواء الدواء يقوم يطلع الايه؟ النايتريك اوكسايد. يعني كان النايتريك اوكسايد اللي طلع من الادويه دي مش هيطلع الا بمساعده ايه؟ جسمك. جسمك لازم يبقى فيه انزيم، وهذا الانزيم يطلع الايه؟ ال NO. ماذا لو الانزيم خلص؟ يبقى الادويه دي بقت زي ايه؟ اللي معايا متفقين على القاعده دي؟ يبقى these drugs will only release nitric oxide by enzymatic cleavage inside our tissues. تمام يا دكاتره؟ ودي مكتوبه they are enzymatically بمساعده انزيمز موجوده في التيشوز converted to nitric oxide. تعالوا بقى نشوف. وبالتالي اكيد الادويه دي هتديني نايتريك اوكسايد في التيشوز اللي هيكون فيها ايه؟ الانزيم. مش مهم نعرف اسم الانزيم اساسا، بس المهم نعرف اللي مش هيحصل لها الا في التيشوز اللي فيها ايه؟ الانزيم. طب مين بقى التيشوز اللي فيها انزيم؟ التيشوز اللي فيها انزيم بالترتيب اللي هقوله كده، نمبر 1 فينز. انا بتكلم على الانزيم اللي بايه؟ بيطلع لي ان او اللي هو صلب مفعوله. يبقى اول تيشو الفينز، نمره 2 لارج كورونري ارتريز بالترتيب اللي بقوله ده، نمره 3 الارتريز والارتريولز اقل حاجه. تمام؟ يبقى الادويه دي هتاثر لك اول ما تاثر لك على الفينز، ثاني ما تاثر هتاثر على اللارج كورونري ارتريز، ثالث حاجه هتاثر لك على الارتريس الثانيه اللي هي سيستميك ارتريس والارتريس. تمام؟ لان الانزيم موجود في الحته دي بتتابع اكتر حته فينز اند صوت. وبالتالي فينز اند لارجر ارتريس ابير تو هاف جريتر انزيماتيك، وبالتالي هتتاثر اكتر. نايتريك اوكسايد هيعمل تعالوا نشوف بقى الكلمه. الصوديوم نايتريك اوكسايد انسوه هنا، انسوه بس واخدين بالكم ان الصوديوم نايتريك اوكسايد بيطلع على طول ايه؟ ان هو من غير مساعده الايه؟ الجسم. انا دي حطها بس عشان تفتكروا الكلمه دي. لكن ده لازم يرياكت مع حاجه في الايه؟ جسم، وبعد لما يرياكت مع انزيم يطلع لي الايه؟ ال NO. هيعمل ايه ال NO؟ هيستيميليت انزيم. الديتيلز بتاع الميكانيزم انا عارفه انها بتبقى طاف عليها. بس يمكن ده بالذات مهم لان ده سبب او الميكانيزم لازم تعرفوه عشان في دراج انتراكشن ممكن تموت العيان، والدراج انتراكشن ده بيتفهم لما نعرف الصوره دي. فركزت في الصوره دي لو سمحت. ادي الدراج اهو بتاعنا النايتريت، وهي اورجانيك نايتريت لانهم كلهم عباره عن استر نايتريك اسيد. المهم هيطلع لي ان او، لان او هيستيميليت انزيم اسمه جوانيلايل سايكليز، اسمها جوانيلايل سايكليز زي الادينايل ايه؟ سايكليز، بس ده جوانيل او جوانيلايل. الجوانيلايل سايكليز هيستيميليت كونفرجن اوف حاجه اسمها جوانوسين ترايفوسفيت انتو سايكليك جي ام بي، هتنطقوها كده اللي هو جوانوسين مونو ايه؟ فوسفيت. السايكليك جي ام بي لما بيزيد بيدينا ايه؟ ريلاكسيشن. يبقى الارت الفين هي ايه؟ هاي دايلي. حلو كده؟ يبقى الميكانيزم الاساسي بتاع الادويه دي عن طريق بتطلع ال ان او بمساعده الجسم، ال ان او تديني سي جي ام بي لما بيزيد بيدينا ايه؟ ريلاكسيشن. في صعوبه في الميكانيزم ده؟ اوكي. التفاصيل دي سيبكم منها دلوقتي. تعالوا بقى هنشوف هتعمل ايه. اول حاجه تعالوا من غير ما نبص على الصلاه،
dilatation غلط كتب الكلمة وقلت vaso dilatation of small coronary artery. دي غلطة فيه. غلطة فيه. ولازم تفهموا الحتة دي ان عشان تعالج انجينا you should dilate. بس you should dilate any artery الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة. ليه؟ حد شاطر كده يقول لي الكلمة ليه؟ السبلاي اكتر؟ طب ما هو ماشي زود ودي الصغيرين عايزين فاكرين الكلام اللي قلته قبل كده؟ القلب اوتو ريجيليشن اهم ستيمولس للفازو دايلاتيشن في كورونا الارتري ايه؟ ايه؟ اسكيميا مش انا قلت لكم اهم حاجه دايلاتو كورونا الارتري اسكيميا؟ طيب يعني لو واحد عنده كورونري ارتري مسدود كورونري ارتري بيطلع برانشز البرانشز ديت الدم اللي جاي لها ايه؟ قليل فالدم اللي بتديه للقلب ايه؟ قليل مش للقلب كله لحته معينه فالحته المعينه دي لما تلاقي ان الدم اللي جاي لها قليل طبيعي الارتريول في اللي سبلاينج الحته دي هتبقى ايه؟ دايليت يعني انت لازم تكون عارف ان انت بتعالج عيان بتديله دايليتور بس هو اساسا الارتريول اللي في حته الاسكيميا اساسا ايه؟ دايليت مش هتدايليت اكتر من ايه؟ من الدايليتيشن اللي هي فيها لان اساسا عايز عنده ايه؟ اسكيميا تعالوا اوريها لكم على دايجرام عشان تفهموا حاطط لكم هنا دايجرام اهو ركزوا معايا لان في فينومينا مكتوب عندكم بتسالوا ساعات فيها حاجه اسمها ستيل فينومينا عارفين يعني ايه ستيل؟ سرقه تعالوا نشوف يعني ادي عندي ارتز اهو ومنهم واحد ده كوروني ارتز واحد منه اسمه سيركمفلكس سيبكم الاسماء بلاش دعوه عندي ارتز اهو الارتز ده اهي ضيق بسبب ايه؟ ايه اللي محطوط فيه ده؟ ماشي تمام كده؟ فبالتالي البلاد سبلاي اللي رايح للحته ديت ماله؟ قليل فبالتالي دي البريفرال ارتريولز دي الحته من القلب اللي بالاورنج حته المصر اللي بتتغذى بالارتري ده وبالتالي في نوع من انواع الاسكيميا في الحته دي لان البلاد اللي جاي لها قليل وبالتالي الارتري او البريفرال ارتريولز اللي في الحته دي طبيعي ايه؟ دايلت القلب هو اللي خلاها دايلت بالاوتو ايه؟ ريجوليشن وميتابلايز واللي قلنا عليه انت دلوقتي لو قلت لك اديني ادويه تزود الكوروناري بلاد سبلاي هتقولي هديكي كوروناري ايه؟ فازو دايليت سبوز افترض ان انا اديت ادويه تدايليت مش اللارج كوروناري ارتري انت عايز طبعا تدايليت اللارج دول عشان تجيب دم اكتر فيجي دم اكتر افرض اديت ادويه بتدايليت وعندي ادويه كده اسمها دايليتور تو ذا سمول ارتريول افرض اديت ادويه كده ايه اللي هيحصل؟ الادويه دي هتيجي تحاول تدايليت دي مش ايه؟ مش هتقدر لانهم اساسا ماكسيمال ايه؟ فهيقوموا رايحين على بريفرال ارتريولز بتاعت الحته الثانيه وعاملين لهم ايه؟ دايلاتيشن انتوا معايا يا دكاتره؟ يعني كانك عملت دايلاتيشن لحتت الارتريول بتغذي حتت سليمه يبقى انت كده حصل ايه؟ حصل ان الدم اللي موجود في القلب هيقوم مسحوب من الحته اللي فيها اسكيميا رايح على الحته الايه؟ النور يبقى انت سوقت الحاله ولا ما سوقتهاش؟ يبقى مش اي دايليتور ادي لعلاج الايه؟ الانجينا. It should be a dilator to any arteries large. اللارج كورونا الارتز اللي هي مكتوب عندكم في الكتاب اسمها ايبيكارديا. ايبيكارديا اللي هي من بره دي اللي هي الكبيره. معايا؟ وعشان كده هتاخدوا معانا فازو دايليتور في اشكال والوان. وبتيجوا في الاخر خالص تقولوا يا دكتور اشمعنى اخترته من الفازو دايليتورز بس النايتريت وبعدها اللي هي سي سي بي الكالسيوم شانل بلوكرز ليه ما بنستخدمش دايليتور كذا وكذا مش هقول لكم اسماء دلوقتي كذا وكذا وكذا سيبلي الاجابه لان الدايليتور دي كلها بيدايليت ايه؟ السمول ارتريوز وانا عايزه ادايليت ايه؟ اللارج اللارج اللي هو اللي فيه بص انت عايز تدايليت اللارج معايا؟ هتقولي طب ما في لارج كده انت ده اللي بتسال فيه؟ عامة انا دلوقتي عندي لارج ارتري اللي هو ده اللي هو فيه الجارد البتاع اهو عندي لارج ارتري اللي هو اللي عليه الترسب ده لارج ده مش دايليت لان ده بعيد عن الايه؟ عن الحته عن عضله المصر الارتري ده بيديني فروع دي اسمها بريفرال ارتريوز البريفرال ارتريوز اكمل الارتري ده ضيق فكميه الدم اللي جايه للارتريوز دي قليله وبالتالي كميه الدم اللي رايحه الحته دي من القلب قليله
وبالتالي الحته دي هتحس بايه؟ اسكيميا. واحنا قلنا ان الاسكيميا هي اهم حاجه بتعمل فازو ايه؟ تلف. بس هتعمل فازو دايليتيشن لمين؟ للارتريولز اللي هي عندها، هي مش هتعمل فازو دايليتيشن لفوق، فاوريدي اللي عندها دول ايه؟ دايليتد. بس بالرغم انهم دايليتد هما مش بيجيبوا دم كفايه، لان الميل سبلاير ايه؟ داليه. انت معايا؟ فانا دلوقتي عايزه ادي حاجه تزود الكورونري ايه؟ بلاد سبلاي. ان انا ادي حاجه دايليتد، هل يوقع ان انا ادي دايليتد للسمول؟ لان السمول اوريدي ايه؟ دايليتد. بالعكس لو اديت للسمول هيقوم رايح لحته ثانيه من القلب، هي مش مرسومه هنا، حته سليمه، ويعمل دايليتيشن للبريفرال ارتريولز بتاعتها، فيقوم الدم مسحوب من الحته الاسكينيا رايح على فين؟ مسرف كده يا دكتور. فانا عايزه ادي لمين؟ لللارج. فعشان كده بقول لارج كولوني ارت. تمام كده يا دكاتره؟ وصلت لكم؟ يبقى الموست امبورتنت كلمه اللي عايزه اعرف دوت دايليتد البريفرال ارتريولز ابعد عنه، لان هيعمل لي ظاهره اسمها ستيل فيلومينا. اوكي كده؟ يبقى ستيل يعني سرق، هيسرق الدم، هيروح من الحته الاسكينيا يروح على الحته الايه؟ النورمال، وياخد الدواء الانجينا ايه؟ تسيب. ركزوا بقى معايا. ايه الميكانيزم او ايه الافكت بتاعته؟ نمره واحد، زود الكورونري بلاد سبلاي عن طريق فازو دايليتيشن تو لارج كورونري. خلصنا من وينج اليمين، تعالى على الشمال. اولا انا قلت الديمان عايزاه ايه؟ يقل. الديمان بيقل، عارفين يعني ايه الديمان؟ يعني مجهود القلب. مش انت عايز تركع الكفه؟ الكفه رجعها، السبلاي زوده واهو زوده، والديمان ايه؟ قلبه. فكروني كده الديمان كان بيقل ازاي؟ دايركت او اندايركت، برافو عليك. كان ايه الدايركت؟ هارت ريت كونتراكتد. احفظوا هذا الدواء ليس له اي دايركت افكت عليك. ليه؟ لان لسه قايله، مش انا قلت هو بيطلع نيتريك اوكسيد؟ والنيتريك اوكسيد ده موجود فين وفين وفين؟ فين؟ ارتريس ارتريس سمول شويه. هل جبت سيرتر موجود في القلب؟ يبقى الدواء ده ملوش دواء بالايه؟ بالقلب. بالرغم ان الدواء بيتاخد عشان علاج الايه؟ القلب، لكن هو بيشتغل بطريقه على الفيسل. معايا يا دكاتره؟ يبقى اكيد هو مش هيقلل ولا الهارت ريت ولا الكونتراكتيف، صح؟ يبقى ملوش دايركت افكت على الكارديك وورك. امال هيقلل الكارديك وورك ازاي؟ حد شاطر بقى يقول لي، عشان قلت في دايركت و اندايركت. مين الاندايركت؟ مين الكلمتين؟ بريلود و افتر لود. هل هذا الدواء هيقلل لك البريلود؟ ايوه، ده دايركت لمين؟ للفيز. احنا اتفقنا، حلو قوي، وقلل لي البريلود. هل هذا الدواء ممكن يقلل لك الافتر لود؟ ايوه، بس الدوزز ايه؟ اكتر شويه. معايا؟ وانا يعني هو مكتوب عندكم في الكتاب، بس كلينيكالي ما بنحبش نوصل للدوز.